وقت معين دون وقت آخر. وحينئذ نأتي إلى تصديق القاعدة السابقة، إذا جاءنا حديثان عامان أحدهما عام مخطط كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخطط بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يصلي ركعتين ثم يجلس، فهذا عام مطلق لم يدخل بالتخصيص. إلا ذاك نسلط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الموت بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، قد صلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد، قد صلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا عام مخصص، فيسلط العام المطلق على العام المخصص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعكس، وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المكروهة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت الكراهة، إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر. فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يركز الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لضعف عمومها أن تسلط بضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية بالصلاة في أي وقت، فيكون هذا غير واضح وغير قوي. لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهي عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ أي لماذا لا تقولون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة سابقة، وهي أننا نخصص العام المخصص بالعام المطلق، وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة. وعندنا الحديث حديث الجابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام لسليك بالتحية وغيره بصلاتها، والخطيب يكتب وهو من أوقات الكراهة كما ذكرناها. وبذلك يترجح القول الأول الذي نختاره، وهو جواز صلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المطلوبة. هذا بحث فقهي
علمي أصولي، فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك وأراد الاستدراك فلا غير عن ذلك وقد وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة. إذا كانت مسجد وجب على الداخل. نعم.